نستفتح بحديث في هذه الدورة من الأربعين، فما رأيكم أن نجعل استفتاحنا بدعاء الاستفتاح؟ لكن السؤال هو، هل دعاء الاستفتاح يتضمن استعاذة؟ لا، مو هذا السؤال. هل دعاء الاستفتاح يتضمن استعاذة؟ هات صيغة تضمن استعاذة تكون أجبت عن السؤال. أحسنت. نحن الآن لما نقول يعني في الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي نفثي، طبعا هذه نقولها بعد دعاء الاستفتاح. فإذا هو دعاء الاستفتاح نفسه يعني صيغه سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والصيغ الأخرى، لكن في منها صيغة جاء فيها سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثه، ثم يقرأ. رواه داود الترمذي. والتعوذ طبعا هذا مستحب عند جمهور العلماء، والله عز وجل قال في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا عام في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا طيب تعالى جدك، ما معنى جدك؟ عظمتك. طيب والاستعاذة كما قلنا من همزه ونفخه ونفثه، عرفنا أن النفخ هو الكبر، قيل هو الكبر، والمتكبر ينتفخ ويتعاظم والشيطان ينفخ فيه فينتفخ ويتعاظم، فالنفخ هو الكبر. والنفث قيل هو قبيح الشعر ينفث به اللسان كما ينفث الريق. وهؤلاء الشعراء الذين يتبعهم الغاوون في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. وقيل النفث هو السحر، والهمز قيل هي الموتة أي الصرع والجنون الذي يعتري الإنسان، سمي بذلك لأن كل شيء غمزته ودفعته فقد همزته، لأن المجنون ينخسه الشيطان، والهمز والنخس أخوان. وقيل الهمز الوسوسة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأصل الهمز الدفع، وهمزات الشياطين خطراتها ونزغاتها ودفعهم الوساوس والإغواء في القلب. وهؤلاء الشياطين يحثون أولياءهم على المعاصي ويغرونهم بها، كما يهمز الراكض الدابة لتسرع حثا لها على المشي، كذلك يهمزون أولياءهم ليمعنوا في الضلالة ويزدادوا شرا. وقال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون في جميع أموري، أو حتى في تلاوة القرآن عند نزول الموت عند النزع والسياق، أن يحضرون حتى في الجماع حتى في الطعام، أعوذ بك ربي أن يحضرون في كل وقت وحين، في كل أحوالي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نحن الآن بمشيئة الله قد ابتدأنا الحديث الأول في هذه السلسلة، درسنا القادم غدا مشيئة الله نبدأ بالحديث الثاني من سلسلة الاستعاذات النبوية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس الثاني من سلسلة الأربعون في الاستعاذات النبوية. تكلمنا في الدرس السابق عن معنى الاستعاذة في اللغة والشرع، وبينا أن خلاصة معنى الاستعاذة في كلام العرب الالتجاء إلى الشيء والاستجارة به والتحيز إليه والامتناع به والاحتماء والاستعانة أيضا، وشرعا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والامتناع به واستدفاع الأذى به سبحانه على وجه الخضوع والتذلل
وحقيقتها الهروب من شيء تخافه إلى شيء يعصمك منه، وأنها تتضمن أو تقوم على خمسة أركان: أولاً الصيغة واللفظ، والثاني المستعيذ، والثالث المستعاذ به وهو الله عز وجل، وأن الاستعاذة إنما تكون بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والركن الرابع المستعاذ منه مثل الشيطان الرجيم. وأخيرا المطلب والقصد، وهو السلامة في الدين والدنيا. وذكرنا طرفا من الاستعاذة في الشرع وجماع الشرور التي يستعيذ منها المسلم، وشرحنا الحديث الأول من أحاديث الأربعين في استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.